هل تعتبر الغيبة من ذنوب الخلوات؟ وهل ورد شيء في ذنوب الخلوات أو تعريف لهذا المصطلح شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، المقصود بذنوب الخلوات يعني الذنوب التي تقع من الإنسان حال خلوته، يعني ليس بمرأة من الناس وإنما في حال الخلوة، فهذه هي ذنوب الخلوات. وقد روي في ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا متنه فيه شيء من النكارة، إذ أن يعني كون حسنات الإنسان تجعل هباء منثورا بسبب ذنب وقع من الإنسان في خلوة، يعني هذا لا تؤيده النصوص الأخرى، فهذا فيه نكارة، وأيضا فيه نكارة سندا ومتنا. وعلى ذلك يعني ذنوب الخلوات هي كغيرها، وربما أن ذنوب العلن تكون أشد لأن فيها مجاهرة، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهرة بالذنوب أشد إثما من ذنوب الخلوات، وليس هذا تهوينا من شأن ذنوب الخلوات، لكن يعني من باب توضيح الحكم، وهو أن المجاهرة بالذنب أعظم في الإثم من إخفاء الذنب. والمطلوب من المسلم أن يجتنب المعاصي كلها، أن يجتنب المعاصي كلها، سواء كانت مجاهرة أو كانت في خلواته. وأما بالنسبة للغيبة فهي معصية، قد تكون كبيرة وقد لا تكون بحسب نوع الغيبة، فإذا اقترن بها بهتان أو قذف أو كان الأثر والضرر مترتب عليها كبيرا فقد تصل إلى درجة الكبيرة، وإذا كانت شيئا يسيرا ولا يترتب عليها ضرر كبير قد تكون من الصغائر وقد تكون بينهما فتلحق بالكبائر أو تلحق بالصغائر. فالغيبة هي من الذنوب، لكنها قد تكون من ذنوب الخلوات وقد تكون من ذنوب المجاهرة، يعني لو كان عند إنسان أحد وتكلم بالغيبة لا يكون من ذنوب الخلوات، ولو تكلم مثلا أغتاب أحدا في مكان ليس فيه إلا شخص واحد مثلا، فهذه تكون أقرب إلى ذنوب الخلوات. وبكل حال كما ذكرت أن المجاهرة بالذنب أشد في الإثم من ذنوب الخلوات، وأن من شدد أو شنع في ذنوب الخلوات إنما اعتمدوا على حديث ثوبان، وقلنا إنه حديث ضعيف، والذنوب كلها على المسلم أن يجتنبها، لكن المجاهرة بالذنب أعظم في الإثم.